الفيديو الثالث من تحدي الفلوجرز المصريين كل يوم فيديو لمدة 7 أيام. احنا عملنا الفيديو الاولاني عن ازاي تقوي العصب بتاعك، وعملنا فيديو امبارح عن فوائد السجاير او انت ليه بتشرب سجاير، فجه وقت الفيديو الثالث. طبعا احنا دلوقتي قاعدين دلوقتي في البيت ما بنعملش اي حاجة، وفي ملل كبير جدا ومسيطر على الناس كلها، كبار بقى وصغيرين وشباب وكل حاجة. فانا جاي في الفيديو ده اقول لك على حاجات تعملها وانت قاعد في البيت عشان تسلي الملل بتاعك او عشان ما يبقاش عندك ملل. فيلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو اول مره تشوفني انا كمان قاعد بقدم محتوى لايف ستايل موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه، الحجر الصحي. واحنا قاعدين في البيت ومش لاقيين حاجه نعملها وفي ملل كبير جدا ويومنا بيتكرر هو هو كل يوم، بتصحى الصبح كل شويه طبعا عمال تاكل والكلام ده وما بتعملش اي حاجه مفيده. فانا جاي النهارده اقول لك على شويه حاجات كده تعملهم في اليوم علشان الملل يروح، او عشان يبقى يومك ليه لازمه، او تبقى استفدت حاجه من قعده البيت اللي انت ما بتعملش بيها اي حاجه دي. فنبدا كده على طول كده باول حاجه، انك تنظف التليفون بتاعك. انك مثلا تدخل على الجاليري، ظبط تليفونك بقى، تشوف الصور اللي انت مش عايزها وتمسحها، تشوف الصور اللي انت بتحبها وتحطها في فولدر لوحده، تشوف الايقونات او تشوف الفولدرات تحطها فين، او ايه الحاجات اللي انت عايز تمسحها من التليفون، ابلكيشنات الكلام ده، اللي هو روق تليفونك كده. يعني دايما وانت مثلا في الشغل مثلا او مشغول في الايام العاديه بتقول انا لو فضيت او اول ما افضى هحاول اظبط التليفون بتاعي او هنضفه الكلام ده. فانت دلوقتي قاعد فاضي ما بتعملش حاجه، لو انت مش هتظبطه دلوقتي هتظبطه امتى؟ تاني حاجه بقى، الناس اللي عندها لابتوب او الناس عندها بي سي، انت تدخل على بي سي او تدخل على لابتوب تنظف برضه نفس الكامل انت هتعمله في التليفون. تنظف بقى الديسكتوب، تشوف ايه اللي المفروض يبقى هنا، المفروض ايه اللي نحطه هنا، الافلام نحطها لوحدها، الالعاب نحطها لوحدها، اللي هو انت تظبط. بص روق كده على البي سي بتاعك وروق على التليفون بتاعك علشان يبقى كله كده متظبط، وما تقولش يا ريتني كنت، ما انا كده كنت قاعد فاضي ما كنت اظبطهم والدنيا كلها صحه بعديها كده. فانت حاول تظبط الديسكتوب بتاعك وحاول تظبط التليفون بتاعك وتروقهم كده. تالت حاجه بقى، انك تدخل على السوشيال ميديا بتاعك، فيسبوك، تويتر، انستغرام، واتساب، تشوف الحاجات دي كده كلها وتظبطها بقى. تظبط الانستغرام بتاعك، تظبط التويتر بتاعك، تظبط الفيسبوك، الصور المفروض اللي انت مش عايزها تبقى موجوده مسحها، الفريندز اللي عندك اللي انت ما لهمش لازمه عندك او انت ما تعرفهمش مسحهم. بص ظبط السوشيال ميديا بتاعك كده. لو انت مش هتظبطه دلوقتي وانت قاعد مش بتعمل حاجه هتظبطه امتى؟ وعملت فيديو كويس جدا عن ازاي تظبط السوشيال ميديا بتاعك وتظبط الانستجرام وتعمل صور حلوه وايديت والكلام ده، هتلاقي اللينك هنا، دايما بنسى هو ده هنا هنا تقريبا هنا يعني. ولو مش عارف تتعامل على انستجرام او مش عارف تحط صور ايه، ممكن تدخل تعملي فولو على انستجرام هنا وتاخد فكره وتعدل برده بخبرتك طبعا والكلام ده، وهتعمل برده انستجرام كويس. وممكن كمان تعمل لي زي ما قلت نت فولو وانا ادخل كمان عندك اشوف التطورات والكلام ده، يمكن استفاد بحاجه وليه لا. رابع حاجه بقى، انك تتعلم اي حاجه مفيده. تدخل على يوتيوب تتعلم مونتاج، تتعلم فوتوشوب، تتعلم اي حاجه ليها علاقه بالبي سي، او تتعلم اي حاجه ليها علاقه بالاونلاين. اهو احنا دلوقتي قاعدين في البيت ومحدش بيروح شغله، فلو انت كنت متعلم حاجه زي دي وانت قاعد في البيت كنت اشتغلت وكسبت فلوس بدل ما انت بتنزل والكلام ده، فادخل جرب اتعلم لك بقى ايه فوتوشوب مونتاج. وبرده عملت برده فيديو ازاي تتعلم الفوتوشوب والمونتاج او تتعلم كل برامج ادوبي اللي انت هتحتاجها في الشغل بتاع الاونلاين والكلام ده، هتلاقي برده اللينك هنا بقى. اتعلمت خلاص. خامس حاجه بقى، انك تشوف كل الافلام والمسلسلات اللي انت قلت لما افضى هشوفها وما شفتهاش. فانت دلوقتي قاعد ما بتعملش اي حاجه، فشوف بقى كل الافلام اللي انت كان نفسك تتفرج عليها او كل المسلسلات اللي انت كان نفسك تتفرج عليها وما عندكش وقت، ادخل بقى دلوقتي على ايجي بيست او شوف انت بتحمل منين، اتفرج على المسلسلات دي كلها عشان تخلص الليسته اللي عليك. ما هي بص حوالين المسلسلات والافلام دي بتبقى لسته كده، فاهمني؟ يعني اللي هو ايه، انا هخلص المسلسل ده، انا عندي مثلا النهارده 5-6-7 مسلسلات ما اتفرجتش عليهم، فانا عايز اخلصهم، فابدا بقى اتفرج بقى عليهم. وهنعمل فيديو برده قريب جدا ممكن بعد بكره او بكره عن الافلام اللي غيرت حياتي او ايه هي الافلام اللي عجبتني. مش سايبك يا باشا، بص همسكك في كل مواضيع. سادس حاجه، وهي ليها علاقه تقريبا بالحوار السوشيال ميديا، انك تدخل تظبط الفريندز بتوعك، شوف انت محتاج مين ومش محتاج مين. نظف الواتساب، الارقام اللي ملهاش لازمه امسحها، نظف الفيسبوك، الناس اللي عندك انت ما تعرفهمش امسحهم. بص نظف 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 نظف. اخر حاجه بقى، الروايات. شوف انت بقى ايه الروايه اللي عندك اللي انت ما قريتهاش وحاول تقراها كده وانت فاضي وما بتعملش اي حاجه عشان تخلص الروايات اللي عليك. او الروايه اللي انت كان نفسك تقراها حملها بي دي اف واقراها عشان تتعلم اي حاجه مفيده، او اذا كان بقى كتاب معين اي حاجه. بص حاول تسلي فراغك بالحاجات اللي انا قلت لك عليهم دول، هتلاقي فراغ، هتلاقي اصلا يوم اصلا مش ملاحق على الحاجه اللي انا قلت لك عليها دي. اذا كان بقى افلام، مسلسلات، انك تنظف السوشيال ميديا بتاعك، انك تقرا روايات او الحاجات اللي عليك، انك تعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليهم دول. وبس كده، فيديو قصير النهارده، بس هو حسيت ان انا لازم اعمله والناس قاعده في البيت ما بتعملش اي حاجه خالص. فممكن تعمل الحاجات دي. طبعا في طبعا حاجات ممكن تعملها، مثلا انك تروق الاوضه بتاعتك، انك تروق دولابك، انك تنظف
النهارده في الجزم بتاعتك كلها، انك تظبط الهدوم بتاعتك، تشوف ايه الهدوم اللي انت محتاجها وايه الهدوم اللي انت مش محتاجها. فطبعا كل ده اكيد انتوا عملتوه، مش لازم ان انا اجي اقول لكم يعني، لكن الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي ممكن تكون مثلا حد عملها حد ما عملهاش، فانا قلت لازم اعمل الحاجات دي كلها. وبس كده، ده الفيديو الثالث من التحدي. هتلاقي الفيديوهات الثانيه في بلاي ليست عندي اسمها ستي هوم تشالنج، هتلاقيها برده في الاي برده اللي هنا. اتفرج كده عليهم كده، يمكن تستفاد باي حاجه. واعمل منشن لصاحبك الملان اللي انتوا مش عارفين تعملوا ايه عشان يعمل طبعا سبسكرايب ولايك والكلام ده. ما تنساش طبعا تعمل الحاجات اللي هتبقى هنا دي كلها عشان يجي لك اي ابديت في حياتي او اي تحديات لو هعملها تاني في المستقبل يعني. وبس كده، دوس يا كوتش، السلام عليكم.